هل شريك حياتك ينفع ان انت تحكي له كل التفاصيل ولا بيبقى في حاجات معينه تتقال وحاجات لا؟ حاجات معينه بتتقال وحاجات لا. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا كل حاجه عني اوكي لكن عن بيتي لا. اوكي. هل هي لو حكيت لك تفاصيل عن بيتها او مشاكل في بيتها انت ممكن فيما بعد تفكر في الموضوع بيتها كان فيه مشكله كذا فانا اخلي ما عنديش انا الثقافه دي عندي يعني. المعايره مش موجوده شويه عند الرجاله؟ معايا انا لا. هو معروف انك انت ما تحكيش خصوصياتك حتى لاقرب الناس ليكي. لا بالعكس الصراحه حلوه يعني لما تقولي كل حاجه بعد كده مش هيبقى في حاجه انت مخبيها خايفه تقوليها او محرجه تقوليها. لا طبعا الحياه الخاصه اللي بيني وبين عيلتي بين اخواتي من والدتي كده حاجات قبل كده حاجات بعد قبل الجواز حاجات بعد الجواز مشاكل بالنسبه لاختي لاخويا مثلا في بيته ما ينفعش. لو حكيت مثلا مريت بظروف صعبه بيها قبل ما اعرفه او كده هيجي في وقت مشاكل هيقول لي انا نظفتك انا انقذتك حاجات زي كده. لا خصوصياتهم دي خاصه بيهم هم ماليش ان اتحكم في اسرار حد تاني. اسراري انا ماشي تخص لكن اسرار اهلي ما تخصوش زي ما اسراره اهله هو كمان. انا ما بحبش ان انا اعرف انها ما تخصنيش. يعني اي ثينك يعني لو في ريليشن قديمه مش حلو ان هو يبقى عارف كل حاجه. حاجه ما ينفعش تحكي لشريك حياتي اكيد ماضيه عشان هما ما بيستروش. بس حتى لو سالك مثلا هو ملوش علاقه اصلا بحياتي القديمه. هو ليه علاقه بايه انا بقيت ايه من ساعه ما عرفته؟